احتجاجات جديدة على مشكلة متجددة عنوانها العام مشروع خصخصة الكهرباء. تظاهرة هذه المرة فلاحية من ناحية الحيدرية، تعتبر القرار مضر بهذه الشريحة المنتجة والتي لا تمتلك بديلا آخر للمعيشة سوى الزراعة. جماهير ناحية الحيدرية ترفض رفضا قاطعا خصخصة الكهرباء، وهذا القرار الفاشل الذي هو ضد الشعب وضد الشريحة الزراعية. كون القرار ظالم بحق المواطنين فقراء ذات الدخل المحدود، ناس فقراء وما نمتلك الله يشهد إلا قوتنا اليومي، يعني وهاي الكهرباء تضهدنا. المتظاهرون الذين حملوا لافتات منددة بالقرار ومطالبة بإلغائه أكدوا أنهم مع القرار حين يكون مراعيا لأوضاع الناس المعاشية القاسية وغير مضر بهم. نحن مع القانون ولكن ضد الظلم، ضد أذية المزارعين، ضد أذية الشرائح الفقيرة من المجتمع العراقي. إذا أنت تريد مني زراعة وتقطع عني الكهرباء أو تضيف أسعار الكهرباء كثيرة، كيف أنتج؟ لا أستطيع الإنتاج. المتظاهرون طالبوا وزارة الكهرباء إعادة النظر في هذا المشروع لأنه لا يصب في خدمة المواطن، مؤكدين أن دوائر الدولة قادرة على إدارته دون الحاجة إلى الخصخصة حسب قولهم. هذا الموضوع حقيقة يثير الاستغراب، ونسأل القائمين على وزارة الكهرباء أن يراجعوا هذا القرار، لأنه قرار خاطئ وظالم ويثقل كاهل المواطن العراقي. المتظاهرون تحدثوا عن تحركات أخرى قادمة ضد القرار. ورغم أن نظام الخصخصة معمول به في الكثير من دول العالم، إلا أن المراقبين يؤكدون أن الحكومة العراقية فشلت حتى الآن في تسويق هذا المشروع أو إقناع الشعب العراقي بجدواه. راج نصير، الحرة، النجف والأشرف.